كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن أوامر جديدة أصدرها المجلس الأعلى لأمن النظام الحاكم في إيران إلى وزارة المخابرات وفيلق القدس التابع للحرس الثوري ووزارة الخارجية للتمهيد للقيام بعمليات إرهابية ضد المقاومة الإيرانية. وقال المجلس في بيان له إن الرئيس الإيراني حسن روحاني أظهر خلال مقابلة تلفزيونية حقده على مجلس المقاومة الإيرانية في معرض حديثه عن المظاهرات التي شهدتها إيران مؤخرا، وأوضحت أنه عقب ذلك الحديث أصدر ما يعرف بالمجلس الأعلى لأمن النظام بلاغا لوزارة الخارجية ووزارة المخابرات واستخبارات قوات الحرس الثوري وغيرها من الأجهزة المعنية، وكلفهم بوضع مزيد من الإجراءات في جدول أعمالهم للتجسس على المقاومة الإيرانية وبغرض القيام بتهديدات إرهابية ضدهم.